يعني فقط يعني ربما ملاحظات شكلية قبل أن نذهب إلى العمق، لأن العمق في الحقيقة كبير جدا، ومسألة سياسية، مسألة إرادة سياسية، مكافحة الفساد بالدرجة الأولى، مسألة نظافة يد، مسألة وضع مؤسسات إلى غير ذلك. لكن حتى في الشكل في حد ذاته، لجنة مكافحة الفساد وغيرها أنشئت منذ سنة، ولا يعقل أن تنشأ لجنة قبل ما تكون لها يعني خطة عمل أو استراتيجية عمل. تنشأ اللجنة ثم تبقى عام كامل لتعلن عن استراتيجية عمل هذه اللجنة، يعني وهذا العبث بعينه. كذلك من ينشئ هذه اللجنة، من هو؟ هو طبعا الجهاز التنفيذي، والفساد عادة ما يقوم به هو الجهاز التنفيذي وليس غيره. فبالتالي ما يمكنش أن تنشأ لجنة لتحارب أو لتراقب من أنشأها، فهذا يعني غير طبيعي، وإنما هو مجرد يعني فولكلور، مجرد استعراض فقط وذر للرماد في العيون. من المفروض أن تكون هذه اللجنة لجنة مستقلة، تنشأ عن طريق العدالة، أو تنشأ مثلا من قضاة ومحامين وغير ذلك. طبعا بالمناسبة على ذكر العدالة، تم وضع الأستاذ البروفيسور كمال عساد نعم وضع تحت الرقابة القضائية، وهو الذي بلغ عن وحذر من مخاطر مشروع معادي ضد البيئة، خطير على البيئة، في ولاية بجاية، مصنع مشروع للزنك، حذر من مخاطره على صحة السكان وحتى على البيئة، طبعا مع حتى مع المخاطر البيئية التي تعيشها الجزائر وكل الكرة الأرضية. وجد نفسه متابع وتم منعه من مغادرة التراب الوطني، واليوم خضع وتم تقديمه أمام القضاء ووضع تحت الرقابة القضائية. طبعا في نفس السياق المحاد قاسمي كان من المدافعين عن البيئة الجزائرية وكان مع الحراك، اليوم هو أقدم معتقل حراكي منذ أكثر من 3 سنوات، دخل يومه 12 إضراب عن الطعام في أضرار في هذه الحرارة الشديدة. ونماذج أخرى كثيرة، نور الدين تونسي كنا نتحدث عنه، جبل الصعيد. نعم، إذن كما قلت في الحقيقة كل ما تفعله الحكومة أو هذا النظام يعني الجزائرية وهذه العصابة كله يؤدي إلى الفساد. هم يريدون أن يفعلوا كل شيء يؤدي إلى الفساد ويصلوا إلى نتائج عكسية، وهذا مستحيل. يعني القضاء على الفساد يعني يحتاج إلى إجراءات، ويحتاج إلى وضع كما قلت في البداية إرادة سياسية، يحتاج إلى نظام شرعي تمثيلي يمثل الشعب، له مصداقية، ويحتاج إلى مؤسسات منفصلة أو انديبوندونت يعني مستقلة، يحتاج إلى مؤسسات مستقلة تعمل عملها في كل شفافية، يحتاج إلى مجتمع مدني كذلك، يحتاج إلى حرية.